السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله حنشوفوا فيديو جديد في تسخير لتقنية الذكاء الاصطناعي في خدمة البشر. مش لازم يكونوا في بشر عشان دير تشيك إن في فندق ولا دير تشيك أوت. طيب خلونا نشوفوا الفيديو مع بعض وبإذن الله حتفهموا اللعبة. نشوفكم في الفيديو. فندق هن هوتيل، يعني بالعربي الفندق العجيب أو غير المألوف، موجود على بعد حوالي 20 دقيقة مشي من محطة ميهاما في محافظة تشيبا. افتتح الفندق من حوالي عام وفكرته بسيطة لكن تنفيذها معقد نوعا ما. لما تدخل من الباب عامل الاستقبال اللي متعود عليه مش هيكون حاضر، لكن حتلقى هذه المخلوقات الأليفة اللي مفروض انها منقرضة من آلاف السنوات. صناعة هذه الديناصورات متقنة جدا، ويقال انها بنفس الحجم الطبيعي اللي كانت عليه قبل ما تنقرض. كويس اللي مش سهل نلقوها حتى لو كانت مازال موجودة. عامل النظافة كذلك في ردهة الفندق إنسان آلي، ولو حبيت تحصل على ميدالية تذكارية من الفندق هذه الآلة تنسخ لك واحدة وعليها تاريخ اليوم حتى تقعد معك ذكرى. معروف أن أغلب الفنادق فيها أحواض للأسماك، لكن هذا الفندق حتى السمك اللي في الحوض آلي. اللي طلع بفكرة الفنادق الذكية في اليابان هي شركة اسمها HIS، هي شركة وكالات سياحية، ومع كثرة السواح الأجانب في اليابان في السنوات الأخيرة والحكومة تروج للسياحة، أصبحت الشركات اليابانية تتوجه لفكرة تسخير الذكاء الاصطناعي للتعويض عن نقص العمالة اليدوية. How can I help you? Turn on the TV, please. I turned on the TV. How can I help you? Turn on the lights, please. I turned on the light. Wow. بالي ما طلعليش حتى هنا رجل آلي. مطعم الفندق مصمم بشكل يحاكي العصر الجوراسي أو عصر الديناصورات. طبعا المطعم لقيناه فاضي لأنه وصلت حوالي الساعة 11 والخدمة تبقى فيه إلى الساعة تقريبا 8، وحتى ممكن تشوفوا جر الديناصور شكله خده فطورة وطلع. باش تركب الباص من الفندق تاخذ واحدة من البطاقات الموجودة هذه حسب التوقيت اللي مكتوب عليها، تعطيها لسواق الباص وهو حيوصلك للوجهة اللي انت تبيها. طبعا الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة وما زالت تحتاج الى تعديلات هلبة، لكن شوية شوية في اليابان وفي العالم ما اصبحت هذه التكنولوجيا تحل محل العنصر البشري، والمفارقة انها لخدمة العنصر البشري. طبعا كانت تجربة الفندق تجربة فريدة من نوعها، الواحد شاف فيها الروبوتات كيف تم تطويرها، مع ان النكتة هو انه حاطين ديناصورات اللي هي المفروض انها منقرضة من زمان، لكن تقنية الذكاء الاصطناعي رجعتها للحياة تاني، ومش بسكي دارتها أليفة وصارت تخدم فينا احنا البشر. كان جيت لليابان وعجبك الفندق هو تقدر تمشي اونلاين وتحجز تدير الحجز بتاعك، ولما تجي تلقى الديناصورات تستقبل فيك. اليوم الفيديو تم، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله في المستقبل فيديوهات احسن وافيد. السلام عليكم.